مشاهدين صباح البلد، فقرتنا النهارده هتبقى مختلفه شويه عن اي فقره احنا عملناها في الحلقات اللي فاتت. هنتكلم النهارده شويه عن حاجه اسمها النيوتريشن، اللي هي التغذيه. فالصبح كده عايزكم تسمعوا معايا الكلام دوت علشان نعرف نرتب شكل اكلنا بطريقه مبسطه، وبعدها هنعمل تمارين للبطن اللي هو اللي الناس كتيره قوي مستنياها. فكره البطن لما الحد عايز ينزل بطنه شويه بيبقى محتاج ان هو بيفكر ان هو هيتمرن، بس هو مينلي الاغلب اللي بيفيد عضله البطن ان هي تنزل او يبقى شكلها احسن هو الاكل. فانا هبسط لكم معادله كده عن الاكل عايزكم تفكروا فيها قبل ما تعملوا التمارين او قبل ما تاكلوا. فكره ان الحياه بتبقى مكونه من انرجي او من طاقه لكل شخص، عدد معين من السعرات الحراريه اللي بيعيش عليها، فبقى في انرجي ان وبيبقى في انرجي اوت. فبالنسبه لي انا كحسام الانرجي بتاعتي هنتكلم ان هي 2000 كالوري مثلا او 2000 سعر حراري. انا اللي بيدخل ان اللي هو الاكل، فلو قلت ان انا دخل لي 3000 كالوري من الاكل بتاعي في اليوم واتمرنت اللي هو الانرجي الاوت، حرقت 1000 كالوري في التمرين، فانا كده بالنسبه لي عندي ال 2000 كالوري اللي انا محتاجهم. طيب ليه بنعمل دايت او ليه بنعمل نظام غذائي؟ الهدف الاساسي مش ان احنا نخس، في ناس بتبقى عايزه تزيد وزن، معناها ان احنا بندخل ان اكتر من الاوت. هو ده الجزء الاول. الجزء الثاني احنا ممكن نعرف بس قد ايه عندنا الان، عشان لما نيجي نطلع في التمرين الاوت نعرف اتبقى عندنا كالوريز قد ايه. دي عمليه حسابيه نقدر نعملها بطريقه مبسطه مع النظام الغذائي وشكل التمرين. التمرين بتاعنا بنقدر نحسب الكالوريز بتاعته بطرق كتيره جدا هنتكلم عليها في الفقره الجايه ان شاء الله. دلوقتي هنبدا نروح للجزء بتاع التمارين بتاعه البطن. هنركز على شويه تمارين ان شاء الله تكون سهله عليكم. في تمارين منها تقدروا تعملوها بسهوله، وفي تمارين ثانيه خطوه خطوه هنقدر نعملها مع بعض ان شاء الله. اول تمرين هنعمله النهارده هيبقى من البلانك بوزيشن. هوريكم شكل البلانك بوزيشن اللي هو بيشتغل بطريقه اسمها الايزومتريك اكسرسايز، او العضل اللي هو الانقباض العضلي من الثبات. هوريكم اول تمرين معانا، هحاول اثبت فيه 30 ثانيه مينيمم. انا هشتغل، انتوا هتحاولوا تزودوا لو قدرتوا تكملوا الدقيقه وتزودوا كل شويه، ده معناها ان انتوا عضله البطن عندكم او عضلات الكور عندكم بتتحسن. فانا بثبت هنا بالشكل ده، بحاول اثبت 30 ثانيه من نفس البوزيشن ده. هبدا اعمل تمرين تاني اسمه الماونتين كلايمبنج. التمرين دوت انا بحرك فيه عضلات الرجلين علشان اشغل العضلات الصعبه اللي كل الناس بتكرهها وتحس ان هي صعبه، اللي هي العضلات البطن السفليه. من التمرين ده من الشكل ده انا بشتغل هنا وارجع تاني، هنا وارجع تاني، بحاول اعمل التمرين ده على الاقل 15 عدة. بالنسبة لناس كتير التمرين دوت ممكن يبقى صعب في الاول، فممكن نعمل عدات اقل وبعد كده نزود. التمرين الثالث بالنسبة لنا هيبقى اسمه الفي كرانش. الفي كرانش هو انا هبسطه بان احنا نعمل ايدينا بنسبورت هنا، وبفرد رجلي هنا وبتنيها، فجسمي بيبقى على شكل في بالنسبة للبيجنر، وبحاول اعمل 15 عدة. التمرين دوت بيشغل عضلات البطن السفليه والعلويه في نفس الوقت، فنعرف نمرج الاثنين مع بعض او نعرف نشغل الاثنين مع بعض. هو والتمرين الرابع اللي هو تمرين الاير بايك. تمرين الاير بايك مين اللي هيبقى وانت نايم؟ بترفع رجلك وبتشتغل تفرد ده وتحاول تلمس ركبتك وترجع تاني هنا، ونحاول نعمل ده 15 مرة. أهم حاجة إن أنا رقبتي تبقى مش طالعة لقدام وأنا راجعة لورا، ستريت مع الظهر مع العمود الفقري بتاعي. دي من لي التمارين الأساسية اللي هنشتغل عليها النهاردة. محتاجين إن إحنا نعمل من كل واحدة 15 عدة مينيمم أو 30 ثانية، ونعيدهم 3 مرات. الكلام ده مش هياخد مننا يعني ربع ساعة الصبح، وهيفرق معانا في شكل جسمنا في فترة قليلة جدا جدا. صباحكم زي الفل، شكرا.